هو انا هو يحيى السوري، كنت عايش بالمغرب. دوب لي مخي محمد السادس والله العظيم. انا كنت عايش بالمغرب 9 سنين، عشت في وجده، عشت انا كان جوزتي مغربيه من حد اولاد الخليج دكانيه الاصل. يعني انا يوم ما طلعت على المغرب كنت عايش بالتطوان. اتضايقت على معامله محمد السادس لشعبه، لانه كثير 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 كثير. انا يوم ما طلعت قالوا لي انه هذا امير المؤمنين بالمغرب، انا صدقت انه هو امير المؤمنين. بس يوم ما شفت انا انه عم بيلعب قمار انا بالرباط، بيقولوا انه امير المؤمنين بيلعب قمار. ما تحمل مخي انا هذا الشيء. قالوا لي انه بيلعب قمار، بس نزلت على الرباط وشفته والله العظيم اغنى ثاني ملك بالعالم هو. يعني بيقولوا لك محمد السادس امير المؤمنين، نفس والله العظيم ما في ما في ما في شيء من هذا الشيء. ثاني اغنى رجل بالعالم هو ملككم، هو ملك محمد السادس ومجوع. اطلع على القنيطره انت شوف الجوع تاعكم انتم. يحيى، ما هو رايك في الشعب المغربي؟ والله الشعب المغربي كثير طيب، كثير كثير طيب، بس الحكومه تاعكم كثير 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 ما شاء الله عليها مزيره عليكم. شحال مده وانت عايش؟ والله 9 سنين بالمغرب. المده اللي عشت بها بالضبط؟ بالضبط تقريبا عشت 8 سنين و7 شهور. 8 سنين و7 شهور. المدن اللي زرتها صراحه؟ 8 سنين و7 شهور. لا، المدن اللي زرتها بالمغرب. والله كل المغرب. ممكن تطوان، نادور، كتامة، حسيمة، يا ربي، عدت بوجدة، عدت بالخميسات، عدت بالرباط. بس اكثر شيء الرباط والله كان في، يعني اسمح لي، يعني بيقولوا هلا عنكم الرباط مدينه وينك ثقافيه، مدينه حضاريه، مدينه وسبوس. والله انا يوم ما طلعت على الرباط شفت شيء بالرباط، يعني عبس، يعني ما حبيت اشوفه انا بمكان هيك. يعني بالرباط، الرباط كان النشل، كان السرقه، كان الخطف، كان الاحتيال. بيقولوا لك يعني ما بعرف، بيقولوا لك هذا ملك ماسك الدوله تاعه. كيف كانت المعامله بتاعت المغاربه والمعامله بتاعت المغرب؟ معاملة كمغاربة وكأصدقاء وكشعب. هلا المعاملة الشعب طيبة. أنت بالنسبة لك كسوري كيف كانت رأيك؟ والله العظيم، هي والله العظيم صراحة. يمين ثلاثة، معاملة المغاربة للشعب، شعب المغربي يعني بين بعضهم طيبة. بس الحكومة للشعب بنوم عباس، بيشوفوك أنت مثلا، أنا من الحكومة وأنت مثلا من الشعب المغربي، بيقولوا لك كثير، يعني ما عم بعرف شلون بدي اتعامل معك. يعني والقوات كيف كانت متعامله معاكم؟ والله القوات، انا سجنت والله بالرباط. سجنت تقريبا شي 9 شهور. الله يخلي لي اياها جوزتي. والمعامله كيف كانت؟ والله معامله بتبكي يعني. لا صراحه والله العظيم، بيكبوا علي مي بارده، يضربوني بالكهرباء في الصبح. والله العظيم حتى يجيب الكهرباء قطع الراجل. فين كنت انت معتقل؟ والله بالرباط. اي سجن؟ والله نسيت شو اسمه، بالرباط. لا صراحه والله العظيم ما بتعرف. نسيت والله شو اسمه. قد ما اكلت القتل طلعت نسيت شو اسمه السجن اللي كنت قاعد فيه. داكور. يعني ال- 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 الحكومه قديش انا سوري، بيقولوا حكم السوري ظالم، بس والله قسما بالله ال9 شهور اللي نمتهم بالمغرب انا ما شفتهم بحياتي بسوريا قسما بالله. داكور. حاجه بغيت نعرفها، الله يخليك، تفضل. انت متزوج مغربيه؟ متزوج على المغرب؟ مغرب. متزوج مغربيه اصليه. مغربيه منين؟ من اصل آل زمور دكاليه. اسمه من وادي الخميسات اسمه. داكور. الله يخليك. الله يسلمك. بدي اعرف كيف كانت تجربتك بالمغرب؟ يعني تجربتي بالمغرب من نهار دخلت منين؟ على الجزائر؟ لا، دخلت والله من طريق الجزائر وجدة، بعدين فت المغرب. بس يا انا يوم ما كنت فت المغرب، انا كان اميت حياتي بالمغرب. والله شوف الملك، بيقولوا لي، قالوا لي يعني الملك طيب، قالوا لي يعني كلموني انا هذا الشيء. بس الحاشيه اللي قدام الملك بتكلموا هذا الشيء، والشعب بيتكلم شيء ثاني. بس المو ظاهر على الملك تبعه. قالوا لي بالموكب، اول ما شفت الموكب تبع محمد السادس، انا لك في حدا بيرمي حاله من السياره كرمال النبي؟ انا شفت موكب محمد السادس ماشي 80
المرافقة تبعه زد حاله من السيارة. أول مرة شفته مسطي يعني ما هبلت مخي. أنا كنت أطلع أشتغل بالمغرب شغل الحمد لله يعني، وقالت لي مغرب، قالت لي مرتي طلع أنا بفتح لك مشروع بالمغرب درب السلطان بشتغل نتعاون أنا وياه، بس الحكومة زيرت علي والله شوي يعني. الحكومة المغربية كتير تعبانة. إيش كتقول للسوريين اللي بيشوفوا بالمغرب؟ هلا السوريين المقاعدين بالمغرب وش تطلب من 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 النظام المخزني اللي بيعامل السوريين معاملة قاسية ولا؟ والله يعني ما عم بعرف شلون بدي أقول لك يا هون. أنا واحد سوري يعني، أنا لو حبيت المغرب ما كنت طلعت منه. هي المغرب حلوة وكتير بتجنن، بس الحكومة تبعها كتير تعبانة. شكرا أخي. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. نورت.